ماما بتخاف علي؟ بتخاف علي اكثر انا ولا الطنجره؟ اذا الطنجره جديده سالت لي اذا الطنجره جديده ايه بخاف عليها اكثر. حرام عليكم هاي الارض. بتخافي علي اكثر ولا على التبروير؟ لك على الوتر الحساس. بس انتبهت انه ما عم بتجاوب. بتخافي علي اكثر ولا على جريس؟ ليك شو سريع الجواب عن جد. نقطة ضعف عتنايرتكم انت وياها. بتخاف علي اكثر ولا على اذا الصينية التفال مجروحة نحن عم نشيل كبة؟ بتكونوا انت جرحتيها اكيد بدي ازعل. طيب بس انا كنت حبيت شو فرجيكم العلاقة الانسانية بيني وبين امي وعلاقة بين انا وامي والبلاستيك. يعني مثل البلاستيك المرتب بدك تقولي تفروير. اه عن جد انت ما بتقارني بحيالة بلاستيك مرتب. جيبوا لها دعايه بليز. طب ماما كي او الطنجره؟ تقبرني ان شاء الله. مين؟ كي. يعني ربح الطنجره تقبرني. يعني خلينا نفهم طنجره لا كي طنجره تفروير مايا هيدا هي التراتوبيه. ميرسي.